لكل من يعيش في المجتمع من الحيوانات إلى الطيور إلى الأشجار إلى البشر إلى لذلك ربنا سبحانه وتعالى استخلف بني آدم على الكون لأعمار الكون. وأنتم كعمال إغاثة أنتم أصلا صناع حياة، لا تتركوا مجتمعا قبل أن يكتمل بناء. معانا سليمانية فهماني ولا انت صح؟ انت عايزين ان هو المن فين المن؟ وكل واحد فيكم صانع من صناع الحياة، حذاري ان تخرجوا من المجتمع ولا تبنون اركان الشخصية التي تعيش في المجتمع. نرجعنا النهاردة من المخيم في زاخر، وعلى كل من يعمل في المخيم أن يبني شخصية الطفل وشخصية الأرملة وشخصية الرجل وشخصية كل مواطن، لكي يكونوا هم أيضا معكم ومعنا صناع حياة. ولا تصنع الحياة إلا أن بنينا المجتمعات التي تعيش فيها أركان الحياة. واضح يا كركوك؟ قطع الاتصال. فلابد اعرفه كده، والصناعه اعلى كتير بكتير 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 من الحرفيه، لان الحرفي هو جزء من الصناعه، هو صانع حرفي يكون مكون من مكونات الصناعه المجتمعيه الكبيره. واضحين معانا ولا مش واضحين؟ ولا انا رحت في حته بعيده؟ ها؟ واضح بس في ناس قاعده ساكته. فاوعوا تفتكروا نفسكم انكم موظفين. حذاري ان يعتقد كل منكم انه موظف. حذاري زي ما كان ناصر الدين بيقول، العمليه مش وظيفه. ها؟ العمليه مش وظيفه. اللي راحوا البوسنه وسط الحرب كان ممكن يموتوا. اللي راحوا افغانستان في وسط الحرب كان ممكن يموتوا. اللي راحوا الشيشان في وسط الحرب كان ممكن يموتوا. اللي راحوا الصومال في وسط الحرب كان ممكن يموتوا. اللي راحوا اليمن في وسط الحرب كان ممكن يموتوا. اللي راحوا دارفور وجنوب السودان في وسط الحرب كان ممكن يموتوا. لكنهم ما ماتوش، لان اراد الله بهم ان يصنعوا حياه هذه المجتمعات. فاهمين؟ وانتم عيب علينا في العراق ان نكون من اصل صناع الحضارات ولا نكون من صناع الحياه. وعدت على العراق حضارات غير عاديه وثقافات غير عاديه ولغات وقيم وديانات، ونعتز بعراق متميز بالوان الطيف الكامله، سواء كان في العقيده أو كان في الثقافة أو كان في اللغة أو كان في التاريخ أو كان في الحضارة أو كان في الهمة أو كان في القمة أو كان في الأدب أو كان في الفن إلى آخره. صح؟ أوعوا تقولوا مش صح، أحسن صباعي أهو. شايفين صباعي؟ حذاري أن تجعلوني أهددكم بصباعي. ها؟ المشكلة في الصباع، سموه أبو صباع بعد كده. أبو صباع. فدي نمرة واحد. ان انتوا هنا يا مناصر قال ما انتوش موظفين. اما اليتيم فلا تقهر، ده لان اليتيم هو اللي بيدفع مرتباتنا وهو اللي جرعانا امام الله سبحانه وتعالى وهو اللي بيحمي اسرنا ويحمي اعراضنا. اليتيم والارمله والمسكين والشريد واللاجئ والنازع إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المعروف: أرأيت الذي يكذب بالدين. مين اللي بيكذب بيوم القيامة؟ مين؟ الذي يدعو اليتيم. يعمل له كده بس، امشي يا ابني امشي يا بت. ده في كفة الميزان كالكافر الذي يكفر بدين بيوم القيامة. فحذاري
تستأمنوا على أيتام ولا ترعوا أنفسكم بإكرامهم ولا تحافظوا على أسركم بإكرامهم ولا تحموا مستقبل أولادكم بإكرامهم. حذار لا نص قال لكم قبل كده هو اليتيم ولا تقهر والمسكين ولا تنهر. المال مال المسكين والمال مال اليتيم والمال مال الأرملة وأنا لست بسيد عليهم بل أنا خادم لهم. سمعاني قولي كده أنا خادم لهم. قولي كده سمعينا صوتك الحلو ده سمعي يلا. أنا خادمة لهم. أنا خادم 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 لهم. أعتز أن أكون خادم لهم. في كل خادم لهم. مع خادم وكل شرف. أنا خادم لهم. أنا خادم لهم. أنا خادم لهم. خادم ولا خادم؟ قولي والله. خلي بالكم هذا شهادة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام مئات إن لم يكن آلاف الملائكة المتواجدين معنا في هذه الغرفة. إن لله ملائكة طوافون يبحثون عن حلق الذكر ونحن الآن في حلقة من حلق الذكر لأننا نعمل من أجل الله سبحانه وتعالى في خدمة هؤلاء. فكل ملك موجود الليلة معانا شايفاه الملك اللي جنبك ده بص ورا شايفه؟ اليسار لا اليمين لا اليمين شايفه انت اليسار؟ شايف الملك اللي ورا؟ ها؟ أبدا هو يشوفنا ها؟ هو يشوفنا هو يشوفنا. فكل ملك كتب عنه اللي انت قلتيه. فالملك ده هيجي من القيامة يا ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه سميه؟ شايفين يا كركوك الملاك اللي حواليكم؟ شايفين يا كركوك؟ يا كركوك شايفين؟ انا شايفهم الملاك اللي عندكم انتوا مش شايفينهم يا شايفين ولا انت هم البلاد هم الملايكة؟ ها؟ فمن وعد يفي من وعد يفي. اه طيب يا كراكيكو كركوك يلا قول لي انا خادم لهم. انا خادم لهم. يلا اللي جنبك يلا اللي بعديه كده اللي بعد كده اللي بعد كده انا لهم اللي بعد كده انا خادم لهم واللي بعد كده أيوة أنا سامعك سامعك وشايفك كمان. بعد كده يلا كمان 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 كمان. أنا خادمة لهم. كمان يلا كمان. أنا خادمة لهم. في حد تاني ناقص؟ يلا. خادمة لهم. ريما. يلا جزاك الله. لذلك ننهي بقولنا إن أراد الله أن يجعلنا خدما جعلكم أسيادا على الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى وأن رضي عنا الفقير والمسكين والأرملة واليتيم ستم الدنيا بدعائهم وبرزاهم عنه. واضح؟ واضح؟ اوعى تفتكروا إن الرئيس هنا هو اللي هيخلي الناس تحبكم. اليتيم هو اللي هيعمل كده والأرملة هي اللي هتعمل كده والمسكين هو اللي هيعمل كده والمريض هو اللي هيعمل كده والشيخ هو اللي هيعمل كده مش الرئيس. لأن الخادم هو رئيس الرئيس. اليتيم والأرملة هم رؤساء الرئيس وليس الرئيس هو الرئيس. واضح؟ جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي يوسف.